تظاهر العشرات من أهالي منطقة الجمالية في قضاء الحرب بمحافظة كربلاء المقدسة احتجاجا على شحة المياه وتصحر بساتينهم وقلة الخدمات في المنطقة، حيث قام الأهالي بغلق محطة الماء في منطقتهم مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. منطقة الجمالية بصورة عامة تعاني من نقص بالماء سواء بالنهر أو بالإسالة، وطالبنا عدة المسؤولين، وطالبنا المسؤولين بالمحافظة، وطالبنا المسؤولين بالبرلمان، وطالبنا المسؤولين اللي مختصين بالري، ما سووا لنا صورة حل. يعني هسه احنا لحد الآن جات وصلنا المي بالإسالة ضخ يضخونا، أخاف أقول لك مثل الصدقة، يعني يصدقون علينا بثلاث أرباع الساعة، ثلاث أرباع الساعة اللي تسوي النهار هذا الصيف اللي حار. احنا نريد هسه اليوم طالعين نريد نشوف الخلل يمن حتى نعالجه، سواء كان أو يم مسؤول أو يم موظف، حتى نعرف احنا حياتنا شنو اللي نبديها، لان حلال عفناها، زراعه عفناها، نريد احنا نشتغل اليوم بس على حياه اولادنا وحياه عوائلنا، نريد نعالجها مين ما نعالجها، خلي يعطونا الحل واحنا نعالجها. سالتنا ما جاي تضخ ولا تشتغل، طافيه وواقفه، ذيك وينها؟ وهذا هذا الولد المشغل هسه جيبه لك وخلي، صار اليوم سنتين ما مشغلين الرساله ولا مشتغله. ماكو ما يوصلها ماكو، لا غير ما يخابط يوصلها مثلا حتى الشغل ما جاي يشغل، ماكو. ما يوصلها من هناك، هذا النهر ما جاي يوصله اساسا هو غلط وما يوصل ماي اللي جاي. وهذه منا قلنا لهم هذا النهر بوريات وجارين هم منا ومصلينا شويه عن سالتنا ومعبرين لذاك الصوب. رابطينه بالبوري بحيث بعد ما يدفع لغال، يدفع بس منا ومنا. مشكلتنا هذا المشروع، هذا المشروع تصمم صار له تقريبا اكثر من 3 سنوات. المشروع هو يعني بناء خطا. تصميمه خاطئ هذا المشروع. وبالنسبة للمجمع مال المي عندنا منتصف المنطقة أكو مجمع، هذا المجمع صار لسنة هو ما مشتغل، مجمع مال المي للمنطقة خاص للمنطقة صار أكثر من سنة هو ما مشتغل يا أخي. وإحنا هاي معاناتنا بالنسبة لبساتين ماتت، بالنسبة يعني زرع ما زرع، هذا إحنا كل شيء ما استفادينا من عنده.